سلف عليه مع إبراهيم عيسى. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة مختلف عليه. الصوفية كلمة حملت وضمنت على مر التاريخ الكثير من المعاني، حتى بات فهمها مغلوطا لدى كثيرين في العالم العربي، رغم غزارة وكثرة الحركات الصوفية والمتصوفين من المشرق إلى المغرب العربي، ورغم سيادة حالة من الاهتمام الشديد والانتماء الأشد للطرق والحركات الصوفية في العالم العربي والإسلامي عموما، إلا أنه تسود العديد من الشكوك حول الصوفية وطقوسها، لا سيما مع اتجاه الإسلاميين المتشددين المتطرفين إلى التكفير لعموم المسلمين تقريبا، لكن للأكثر تكفير للصوفية والصوفيين واتهامهم بالضلال. كل هذه الاتهامات تصفح بعضها يعني عن حالة أو تصفح عن حالة ليست أكثر من كونها عداء مطلق، كراهية تفصح عن نفسها وتكشف عن يعني حقدها للتصوف والصوفيين، لكن أيضا تبدي في جانب آخر مهم رفضها لأي أفهام أخرى أو آراء أخرى أو اتجاهات أخرى أو طرق أخرى في التعبير عن الحب لله وعن الولاء للدين. بينما يصر الصوفيون أنفسهم بقى يصرون على أنهم في اعتقاد صواب، وأنهم يؤمنون بأن حتى هذه الطقوس إنما هي لتمجيد الخالق وللانعتاق إليه في مواجهة تغلغل التطرف وكراهية الآخر في بعض المجتمعات. إذن ما هو واقع الصوفيين في العالم العربي اليوم؟ ولماذا يبحث العديد من الباحثين والمراقبين في فهم وتحديد ماهية وشكل الإيمان الصوفي؟ ولماذا تشتد هجمات كثيفة هائلة من التيار السلفي على مفهوم الصوفية وعلى مفهوم حتى الحب الإلهي؟ قبل الشروع في الإجابة عن هذه الأسئلة، دعونا نشاهد قصة اليوم عن فصل من فصول اضطهاد الصوفية في التاريخ. قصتنا اليوم عن محنة بدأت باعتزال ثم بوشاية. الاعتزال قام به غلام الخليل، وهو أحد أعلام النبلاء في تلك الفترة لمجلس الإمام النوري الذي كان من أبرز مشايخ المتصوفين. أما الوشاية فحكايتها حكاية، بدأت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري لتعكس الخلاف الذي حصل بين الفقهاء والمتصوفين في تلك الفترة، وأدى إلى اتهام كثيرين بالزندقة. يصف المحنة المفكر المصري أحمد أمين صاحب الموسوعة الإسلامية فجرها وضحاها وظهرها بأنها كانت ردة فعل طبيعية على الوضعين الاجتماعي والسياسي، ويقول: الخلفاء كانوا تحت سيطرة الأتراك حينا وتحت سيطرة الديلمي، وهي سلالة شيعية حكمت إيران والعراق من بني بويه حينا آخر، وهؤلاء الديلم والأتراك لم يكونوا يحسنون اللغة العربية إحسان من قبلهم، وأتت بعد ذلك غارة التتار فقضت على البقية الباقية من المدنية والحضارة. كان غلام الخليل واحدا من مريد الإمام النمري وتلامذته، لكنه اختلف معه ومع كل المتصوفين في أمرين: أولهما الحلول، أي حلول الله في روح المرء، وثانيهما المحبة لله. والقضية الخلافية الأخيرة أي المحبة لله
هي السبب المباشر لكل ما حدث لاحقا، حيث زعم غلام الخليل أن المحبة تزعزع الهيبة في قلوب المؤمنين تجاه الله، بل قد تؤثر في صورة إجلال الله وتوقيره بما ينذر بالزندقة، حاجة كده شبه اللي بيقولوه كتير من إخواننا السلفيين دلوقتي، الزندقة. وبدأ انشقاق غلام الخليل عن شيخه المتصوف النوري، وحاول الالتحاق بمدرسة منهاج العارفين للإمام أبي القاسم الجنيد، لكن الأخير رفض الانضمام إلى مجلسه تقديرا للشيخ النوري، فوجد غلام الخليل نفسه منبوزا ومستبعدا من المدرستين. ورغم أن المحدث والإمام الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه أعلام النبلاء خص غلام الخليل بأوصاف ترتقي به لمقامات دينية مثلى كشيخ بغداد، العالم، الزاهد، الواعظ، إلا أنه في المقابل كان هناك من أطلق عليه نقيض تلك الأوصاف، إذ اتهم بالترويج لأحاديث ضعيفة بحجة السعي إلى ترقيق قلوب العامة للإيمان ولو بالكذب، كما جاء في كتاب تاريخ بغداد للمؤرخ المسلم الخطيب البغدادي. قيم الإمام الحافظ أبو داود السجستاني 400 حديث بالموضوعات غير الصحيحة التي لا تصح لا بالسند ولا بالمتن، ووصف غلام الخليل بأنه دجال بغداد، لكن غلام الخليل نجا من هذه التهم بواسطة علاقاته الوثيقة بالبلاط، حيث اتصل به مفتي الخلافة المحتسب الموفق ابن أبي ثور، وعرض عليه إلصاق التهمة بغيره. نعم الفتوى يا شيخنا. ثم انعقدت محاكمة أخرى حضرها الخليفة العباسي ذاته المعتمد على الله ومفتي الخلافة العباسية المحتسب، بالإضافة إلى قاضي القضاء، وسأل المحتسب غلام الخليل عن تهمة الزندقة، فنفى عن نفسه كل التهم، وإعمالا بنصيحة صديقه المفتي وبمكيدة محكمة التجهيز ألمح في دفاعه عن نفسه بأنه أخذها نقلا من رجل صالح هو شيخه السابق الصوفي أبو الحسين النوري. حينها باغته الجميع بسؤال عن سبب اعتزاله لمجلس النوري، ففجر على الفور ومن دون تردد قصة خلافه المحتدم مع الشيخ النوري بخصوص إيمان المحبة، وزعم أن شيخه يقول: نحن نحب ربنا وربنا يحبنا، فأسقط عنا خوفه بغلبة حبه. وعاود الخليل حديثه مؤكدا أن الخوف أولى بنا، لأن قولهم أي قول الصوفية وشيخه النوري تحديدا هذا يجعل البعض يقول بالإباحة وسقوط التكاليف، وهذا السلوك من الزندقة. وفي هذه اللحظة اعتبرت مجموعة من أتباع الإمام أحمد بن حنبل أن غلام الخليل صادق، عندها انزاحت عنه تهمة الأحاديث المكذوبة، ومالت الكفة لصالحه، وزلزلت الأرض تحت أقدام الشيخ النوري الذي تقررت محاكمته مع أتباعه للقصاص منهم بتهمة الزندقة. وبالفعل قبض على النوري ومريديه، ونفذ الوليد بن ربيعة سياف الخليفة القصاص ليلا حتى لا يثور محب الصوفية وجمهورهم أو بعض مدارسهم. إذن عدنا مختلف عليه. خلينا نرحب بضيفي الكبيرين، الكاتب والروائي الكبير أستاذ عمر طاهر، أهلا بك منورنا. دكتورة سارة الجويني الأستاذة المتخصصة في علم الأديان، أهلا بك يا دكتورة منورانا. أهلا بك.
خلينا نسألك أستاذ عمر وأنت صاحب كتاب أثر النبي، هل بتعتبره كتاب صوفي؟ وأنا يعني ما أقدرش أتجرأ في أن أنا أصف نفسي أو اللي بكتبه بأن أنا متصوف أو بكتب كتاب متصوف، يعني دي حاجة صعبة جدا وليها شروط صعبة ما أظنش أن هي توفرت فيها عشان أقول ده بثقة يعني. ف ممكن تقول بس بغير ثقة. بالظبط. كتابة محبة يعني أكثر منها كتابة. طيب ده يوديني إلى تعريفك للصوفية نفسها، فضلا عن رأيك سؤال مزدوج عن تعريفك للصوفية أو كيف تراها وإزاي شايف الناس بصلها وشايفينها ومعرفينها. أنا بشوف أن الصوفية مليانة أفكار كتيرة جدا، وأنا هي عاملة زي الـ 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 زي الإيقاع، لما يعني بتدي تجربة الحياة عندك إيقاع أهدى من الإيقاع الصاخب المجنون بتاع الحياة العادي. الإيقاع ده بيعمل لك قدر من التوازن وقدر من القدرة على التأمل في كل اللي حواليك، يعني إزاي إنك تتأمل تجربة الحياة، إزاي إنك تشوف أثر ربنا في كل حاجة حواليك، إزاي إنك أنت يبقى عندك قدرة على انك انت تخترق الطبقات المشغوليات بتاعت الايام وزحمة الاحداث والناس الكتيرة وتتجاوز ده كله لانك انت تحاول تفهم حكمة اللي بيحصل وترتيبه والمنطق اللي وراه. فهو بيساعدك على انك انت يبقى عندك قدر من التذوق لتجربة الحياة بكل ما فيها اللطيف والمؤلم والغامض، ازاي انك انت تتذوقه ما يكونش عبء عليك، ما يكونش حمل بيربك لك حياتك، لا بالعكس يبقى عندك قدرة على التعامل معاه وفهمه وترتيب افكارك فيما يتعلق بالحاجات دي كلها. يعني وكأن الصوفية طريقة لتذوق الحياة بشكل احكم واهدأ. طبعا حتى هم بيقولوا على اهل التصوف ان هم اهل اهل الذوق، اهل يعني بمعنيين ذوق التذوق وذوق الادب والمهذب يعني. طيب وانت شايف الناس شايفه الصوفيه ازاي عموم الناس؟ هو بحكم ان اي فكره في الكون مهما كانت نبيله جواها دايما اشخاص بيسيئوا للفكره دي مهما كانت عظمتها وجمالها او نبلها، وفي ناس عندها قدرة على الاختزال، هي تختزل تجربة في مشهد أو في لقطة أو في مقولة يعني. فاللي عايز يتعرف على عالم التصوف يقدر بسهولة أن هو يتخلص من تشويش الناس اللي بتختزل التصوف في الأشكال الظاهرية، أو أن هو يتخلص من تشويش المتطرفين جوه التصوف، لأن التصوف برضو فيه متطرفين يعني، ويدخل للأفكار الكبيرة اللي تساعده على ان هو يشوف، ان هو يزرع عيون جديدة يشوف بيها تجربته هو في الحياة. فالتشويش موجود من بره ومن جوه، بس انا شايف ان ده بينطبق على كل الحاجات وكل الافكار النبيه المهمة يعني. فهي دايما عشان كده اهل التصوف بينصحوا اللي عايز يعني ياخد خطوات جوه التصوف ان هو يمشي الطريق ده مع شيخ، ما يمشيهوش مع نفسه. حكاية مع شيخ دي برضو نقطة مهمة هعود إليها مع كاتبنا الكبير عمر طاهر، لما أسأل أستاذتنا الدكتورة سارة عن خريطة الصوفية في العالم العربي الآن أو في العالم الإسلامي عموما، هل خريطة بتقول لنا أنه في انتشار واسع وكثيف، بتقول لنا في حضور مؤثر وفعال، ولا بتقول لنا أنه في حالة أن الهجمات على الصوفية والاتهاماتها المتتالية من قبل اتهامات الضغط المتتالية من قبل التيار السلفي نجح في تقليص ما أو تراجع ما؟ الواقع هو خريطة التصوف في العالم يطغى عليها جنب المدارس، يعني مدارس مختلفة، سواء كانت المدرسة السنية التي تستند إلى النص القرآني والحديث النبوي الشريف في معنى الإحسان، كذلك في معنى الإيمان وفي معنى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي هذا الجانب التأويلي الذي يطلق عليه كمدرسة سنية هذا باقي يعني ثابت في مكانه لأنه يستند إلى النص. ثم كذلك المدرسة الطرقية اللي هي لا تختلف كثيرا عن يعني فما تواجه شراكة بين هذه المدارس، والمدرسة الطرقية ربما فقدت البعض من حضورها الركحي
الذي كان موجودا سابقا لي، وفقدت الكثير من أدوارها خاصة الأدوار الاجتماعية التي كانت تقدمها والتي كانت مرتبطة بالأحباس وبالأوقاف وبالقرابين إلى غير ذلك. وهذه المدرسة باقية بأسمائها، باقية بتراثها المكتوب وبأورادها وبذكرها، ولها مريدين من العالم، يعني طرق صوفية سواء طريقة شاذولية أو طريقة تيجانية أو طريقة سنوسية المشوبة بنوع من المجاهدة، مجاهدة النفس والمجاهدة على الميدان. فهذه طرق لها عمقها تاريخي الذي لا يمكن أن يتضاءل مع الزمن أو مع الانتقادات أو مع الموجات الناقدة للتصوف، سواء من صامدة في اعتقادي هي كذلك، لأنها منتشرة حتى في بلدان أوروبية اليوم. طريقة شاذولية نجدها في أمريكا مثلا، يقبلون على هذه الطرق لأنه فيها شيء من التناغم مع الذات وقراءة النفس بأكثر عمق والنظر إلى الهيول الأعظم إلى غير ذلك. فما كذلك المدرسة العليمة الفلسفية الصوفية اللي فيها أسماء كبرى معروفة كما ابن عربي وشوشتوري وجلال الدين الرومي، فهذه المدرسة تحظى كذلك باهتمام الدارسين المختصين في التصوف وفي الفلسفة، والبحوث في هذا قاعدة تتقدم في اعتقادي، وخاصة البحوث النسوية، لأنه فما جانب من المرأة الصوفية المتخفية في التراث الصوفي والتي يحاول معناتها تشتغل بها المرأة التي تهتم يعني بقضايا التصوف. ما شفناش طرق مسماة بأسماء طب نسائي؟ لا، عندنا في تونس عايشة المنوبية اللي هي بمعنى متصوفة، وعندنا أم الزين وغيرها من الأسماء كثيرة يعني من المتصوفات. متصوفات ولا يخلو التاريخ من المتصوفات؟ بكلف الطرق، مقامات لهن، مقامات بكلف الطرق. هل هناك طريقة يعني تقف على رأسها امرأة؟ لا أظن ذلك، لأنه حتى ذكرها هي في التراث يعني مغمور، يعني يجب أن نبحث عليه ونخرجها يعني من ذلك التراث. ولكن يعني رؤاهم ومناقب النساء مهمة. كلام اللي قاله الأستاذ عمر اللي اسمه دكتورة سارة يوحي وكأننا أمام تصوف حاضر وقوي ومؤثر وفاعل ومنتشر، لكن ومبهج ومحب. طيب السؤال، لماذا يخاصمه التيار السلفي هذه المخاصمة الهائلة؟ ما سر هذا العداء يعني الذي تحول إلى عداء عقيدي كبير من قبل السلفيين للحركات الصوفية والمتصوفة وللأفكار الصوفية؟ خلينا نجاوب بعد الفصل. إذن أهلا بكم مجددا، مختلف عليه. قبل متابعة حوارنا عن الصوفية والموقف المتطرف السلفي تجاه الصوفية، تعالوا نشوف هذا التقرير اللي بيلقي الضوء على خطاب العنف ضد الصوفيين اللي بلغ ذروته مع تنظيم داعش. تعالوا نشوف التقرير ثم نعود ونناقش ضيوفنا الكبار. يقترب عدد الطرق الصوفية في المنطقة العربية من 280 طريقة صوفية، منها طرق ذات أعداد كبيرة ونفوذ قوي في الحياة العامة، من أهمها الطريقة التيجانية في السودان والرفاعية في مصر والرحمانية في الجزائر والبرهانية في تونس والعلاوية في المغرب والشذلية في سوريا والعساوية في ليبيا والعلوية والغزالية في اليمن. رغم ذلك تظل العلاقة بين الصوفية وقطاع واسع من تيارات الإسلام السياسي عدائية، وعلى رأسها التيار السلفي. يهاجم ابن باز المفتي السعودي السابق الصوفية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء بقوله: الجماعات المعروفة بالصوفية جماعة محدثة وجماعة مبتدعة، وهم متفاوتون في البدع، فيهم من بدعته تصل إلى الشرك الأكبر وفيهم من بدعته دون ذلك، فوصيتي لك أيها السائل ألا تنتسب إليهم وألا تقتر بهم وألا تكون معهم، بل عليك باتباع السنة بما شرع الله.
في العام 2017 نفذ تنظيم داعش هجوما دمويا على مسجد الروضة التابع لإحدى الطرق الصوفية غرب مدينة العريش في شمال سيناء في مصر، حيث قضى نحو 300 قتيل. كما اختطف التنظيم في العام 2016 2 من مشايخ وأقطاب الصوفية في المنطقة ذاتها، أحدهما سليمان أبو حراز عمره وقت ذاك 98 عاما، وقد جرى إعدامهما. وكانت صحيفة النبأ الناطقة باسم التنظيم الإرهابي هددت على لسان مسؤول ما يعرف بالحسبة الطرق الصوفية في مصر والعالم عبر القول: نقول لجميع الزوايا الصوفية شيوخا وأتباعا في داخل مصر وخارجها إننا لن نسمح بوجود طرق صوفية في ولاية سيناء خاصة وفي مصر عامة. النقطة الجوهرية في أن التصوف مع الفتوحات الإسلامية ومع دخول الكثير من الأجناس والأعراق في الإسلام، كان من الطبيعي أن تختلط هذه الثقافات المغايرة عن بيئتها الإسلامية الجديدة، وأن تتمازج وتخلق نوع من التلاقح الفكري حتى في الممارسات والشعائر. من هنا بدأ نزوح بعض الممارسات في الأديان القديمة الوثنية وفي المسيحية وفي المسيحية وما شابه إلى التصوف. ولذلك كان من الطبيعي أن نفرق بين التصوف الأصيل السني الذي يعزز من فكرة التوسل بشكل مغاير بآلية مختلفة عن التوسل القائم في اللحظة الراهنة في كثير من الجغرافيات الذي هو موطن الجدل وموطن الإشكالية الكبرى. يعني الممارسة تختلف على الأصل، هذه هي بنط الإشكال. وكانت إحدى أهم القضايا التي كانت موطن اتهام ونقد داخل البنية التصوف هي قضية التوسل على سبيل المثال، التوسل بالأنبياء، التوسل بالأولياء، التوسل بالميت. وهنا المتصوفة في عمومهم يرون أن قضية التوسل هي قضية شرعية أصلية أساسية في التصوف، في حين التيار الآخر الناقد لها وهي السلفية ترى أنه أحد تمظهرات الشرك والكفر لدى المتصوفة. ولكن السلفية المعاصرة حاولت أن تبحث عن تراث ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتعيده عبر توظيف سياسي وليس توظيف ديني، وهو كان نواة حقيقية لحالة الرتكلة وحالة السلفية الجهادية وحالة العنف التي عانى منها الدين الإسلامي بشكل أساسي وغيره، والتصوف بشكل خاص. وبدأ في هدم القباب وهدم الأضرحة واعتبار الصوفي قبوري يستحل قتله. إذن عدنا، خليني أرحب بضيفي في هذه الفقرة الدكتور وليد الخوري الباحث والكاتب اللبناني. أهلا بك فندم، منورنا. سؤال يبقى يعني عنوانا مهما للمرحلة السابقة التي ربما تجاوزت 50 سنة مضت، عنوان كراهية عميق وعميقة من السلفيين للصوفية، اعتداءات على موالد وحلقات ذكر، هدم الأضرحة، منع للموالد، كل هذه المظاهر ربما أصبحت محل تهجم وهجوم شديد من التيارات السلفية والمتطرفة والمتشددة. كيف تفسر هذا العداء دكتور وليد؟ الواقع موضوع التصوف هو موضوع واسع وموضوع حساس جدا، وهو جزء من منظومة التفكير العربي تاريخيا. المشكلة بين السلفيين والمتصوفة مش لا تتصل بسلوك المتصوف بقدر ما تتصل بمصدر المعرفة عنده. إذا رجعنا إلى تعريف الصوفية، يعني عمليا استقر رأي إنه الصوفي ونسبة إلى الصوف، وهو يعني الانصراف إلى محبة الله والانعزال عن شؤون الدنيا. واحد يعني من التعريف. واحد من التعريف عمليا القشيري بمقدمة ابن خلدون يرجح
يرجح هذا النوع من التعريف، واعتبر أنه تقريبا هو تعريف سائد يعني. عرضوا لبعض التعريف ولكن التعريف هذا اعتبره سائد. مهم أهمية هذا التعريف، موضوع الانصراف إلى محبة الله وإلى عبادة الله عما سواه يعني أمور كثيرة. يعني أن العلاقة بين المتصوف وربه هي علاقة خاصة، وبالتالي هي نوع من معرفة خاصة. هذا الأمر أثار السلفيين وأثار بمعنى من المعاني حراس القراءة السائدة أثار، وبالتالي صار في نوع من الاضطهاد. المشكلة بالنهاية هي نوع، كنا عم نحكي تحت الهواء، هو نوع من الصراع على المعنى، من هو، من هي الجهة المخولة بأن تقول أنها تحمل المعنى الأصح للنص القرآني. إذن السبب الأساسي هو الاختلاف على مصدر المعنى. صحيح، أنا موافق على الاختلاف، لكن وما الذي يثير الغضب في حلقات ذكر فيها غناء وتسبيح لله؟ إيه اللي يغيظ، إيه اللي يزعج الجماعة المتطرفة أو السلفيين من المظاهر الصوفية اللي كلها قايمة على البهجة؟ هل البهجة هي المزعجة؟ هما في نسخة مع الفكر السلفي للدين، أي خروج عن النسخة دي لازم يعني يتم مصادرته يعني بدون تفكير. فأي حاجة بتعمل نسخة تانية للتعامل مع الله والتعامل مع الدين والتعامل مع الصلاة والتعامل مع التسبيح والذكر، أي نسخة تانية برا المقاسات الجاهزة برا الكتالوج الجاهز ده تستحق الحرب وتستحق إن هي إيه إحنا نكافحها ونجهدها ونطلع نصوص في محاربتها، في أهمية محاربتها. خليني أسألك دكتور وليد، وعندنا اتهام جاهز للصوفية وهو اتهامها بالسلطة، بأنها ممالئة للسلطة، أنها مهادنة للسلطة، أنها محمية بالسلطة، أن السلطة السياسية والحاكمة في أي مجتمع يهمها يبقى في الصوفية اللي بعيدة عن السعي للحكم، اللي بعيدة عن المشاغبة فيما يخص الوقائع والشعائر الدينية، وأنها تبقى في حالة تلهي بذكر الله في حلقتها وفي موالدها. فالتيار اللي بيعتقد انه تيار تغييري في المجتمع المسلم، واللي عايز يقيم شرع الله، واللي عايز يواجه السلطة الظالمة، بيعتبر انه الصوفية من اعوان هذا الحاكم. الى اي مدى احنا بنتكلم عن علاقة وثيقة بين السلطة والصوفية على مدى التاريخ الاسلامي؟ بالبداية الصوفية او بدايتها يعني كانت عمليا ما تتحاشى التعاطي بالموضوع السياسي، وبالتالي هذا بينسجم كثير مع المنطلق تبعها، هي تنطلق من علاقة مع الله، وبالتالي إهمال شؤون الدنيا وملذاتها وأطايبها. هلأ بالنسبة للسلطة السياسية عادة تستطيع أن تستغل وأن تستثمر كل مكونات المجتمع اللي هي حكمته، وبالتالي استطاعت بعد أن تنظمت الصوفية في حلقات وفي طرق تنظيم بحد ذاته هذه العلاقة بين الشيخ والمريد وعلاقة المريد بالناس. هذا النوع من النظام وهذا النوع من الضبط أفسح في المجال للسلطة بأن تتدخل، وبالتالي بأن تستثمر وتوظف هذه البنية الجديدة من أجل مصالحها. لماذا؟ لأنه انطلاقا من أنه الصوفية هي فرقة أو هو توجه لا يهتم بشؤون الدنيا، يعني لا يهتم بالسياسة، وبالتالي ليس عنده أطماع سياسية وأهداف سياسية، وبالتالي يمكن المراهنة عليه ودعمه في مواجهة الأطراف الأخرى التي لها طموح سياسي، على رأسهم مثل ما بنشوف الإخوان المسلمين وغيرهم من التيارات. وده هو المبرر للهجوم التيار الإسلامي السياسي على الصوفية، أنها صوفية بلا سياسة. هو مبرر لأن السلفيين يعتبرون أن هذا أن الصوفية تلعب دورين، يعني هي تلعب دور إنه هي متسامحة وهي تعترف بالآخر ولا مشكلة لها مع الآخر، وبالتالي من جهة أخرى
ايضا في 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 فترات يعني متاخره استطاعت ان تنخرط في الموضوع السياسي بشكل فعلي. استخدم سياسي في نماذج كثيره في مصر، في مثل على سبيل المثال الطريقه العزميه وغيرها. هنرجع للنقطه دي مهمه، مع اتهام اخر للصوفيه بالتشيع، وانه طول الوقت اتهام للصوفيه بانها اقرب الى التشيع طول الوقت وكانها رافض من روافض التشيع. يلاحقها السلفيون بهذا الاتهام على سبيل التشنيع والتبشيع. هل لهذا الاتهام اصل او جذر؟ وهل الصوفيه تعاملت مع هذا الاتهام عبر طرقها وعبر اقطابها ازاي؟ والواقع فما شخصيات صوفيه محسوبه على الحضاره الفارسيه. يعني اغلب الشخصيات الصوفيه خاصه الفلسفيه منها محسوبه على هذه الحضاره. ثم اليوم فما انماط من التغيير الى التصوف الاشراقي او التصوف العرفاني، بمعنى التخلي عن عباره التصوف في ذاتها الى العرفان. البعض معناتها يتبنى هذه المساله. الواقع هذه الدراسات تقدمت اكاديميا، عندها تقدم اكاديمي مشفوعه باعمال وببحوث تجعل منها معناتها قادره على انها تزاحم في الجانب الاكاديمي. ربما هذا الجانب الذي يجعله من البعض معناتها يتهم، ولا ارى في ذلك تهمه، معناتها انه يكون بعض المتشيعين معناتها عندهم اهتمام بالتصوف وبالطرق الصوفيه وبهذه المظاهر. ثم انه التصوف تعقيب على ما قيل سابقا فيه الجانب السياسي، يعني عندنا ما يعبر عنه بالتصوف المجاهد او الزوايا المجاهده مثل الطريقه السنسيه. لا، ما احنا لازم نفرق هنا ما بين المتصوفه كقوة في مواجهه احتلال واستعمار، وما بين المتصوفه كفريق ضمن لعبه سياسيه فيها انتخابات ورؤساء وملوك. خلينا نكمل بعد الفاصل في هذه النقطه، الصوفية والسياسة، لكن يبقى طول الوقت عنواننا لماذا هذا العداء السلفي الشديد والعميق للصوفية. أهلا بكم مجددا. الصوفية التي تسعى إلى الإيمان الفردي، الجزء القائم على المحبة الخالصة والارتقاء لله والوصول إلى درجات عليا من السمو والرقي الروحي والأخلاقي، يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. تعالوا نشوف هذا التقرير كي نرى إلى أي حد وإلى أي درجة وإلى أي معنى. والتصوف نور، والله ينري يهدي نوره لمن يشاء. التصوف إلهام من الله. لا إله إلا الله. التصوف هو طريق إلى الله بتحديد بسيط جدا. فلأن التصوف هنا هذا الطريق يحتاج إلى المرور عبر تجربة المجاهدة، مجاهدة النفس، حتى تقوم هذه النفس بالتخلي عن كل ما هو مذموم، عن كل ما هو سيء. الأسرة الصوفية ما من شيء يكون له علاقة بكتاب الله وسنة رسوله كتكون عنده حماية دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو في الآن ذاته والدي وهو شيخي في الطريقة أيضا. فبالنسبة لي هناك علاقتي به كوالد، ولكن هناك يعني المهمة التي كلفني بها في إطار الزاوية والمتمثلة في إشرافي على الشأن الثقافي والتربوي والاجتماعي للزاوية. فلما يسمع الإنسان القرآن ويسمع الحديد أو الأبناء ديالو يعيشون هذا الجو، فهذه هي الصوفية، وهذا هو الذكر، وهذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، وهذه هي الرسالة التي في عمق المؤمن. إلا الله، لا إله إلا الله. نحن
لدينا هذا الحرص ليس فقط لدي وإنما حتى لدى إخوتي. نحن لدينا أطفال هم مشروع أبناء، يعني مشروع متصوفة ومشروع يعني نحاول أن نعلمهم الذكر، هم أقرب إلى طريقتهم، يفهمون ماذا يعني ماذا تعني الطريقة وماذا تعني الطريقة البعزوية ومن هو الشيخ البعزوي وعلاقته بالشيخ أبي عزايا النور. هذه أشياء نحن أخذناها من الوالد ونسلمها، هي أمانة في الحقيقة نسلمها لأبنائنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. الله اللهم صل إلا الله لا إله إلا الله. الصوفية بالنسبة لي مبدأها مش أنا، لأن أنا الوالد كان من علماء الأزهر وكان نقشبندي، طريقة في مصر اسمها الطريقة النقشبندية، وعمه اللي رباه منهجه صوفي محمدي بالكامل. أنا بالنسبة لي بعد وفاة بابا في حدود سنة بالكتير اتشرفت في الرؤية بشيخي اسمه الشيخ عيسى جودة إبراهيم، وهو برضو نقشبندي من منيا الأمن رضي الله عنه وارضاه. وده بالنسبة لي طبعا حضرته يعني محطة كبيرة قوي في حياتي، لأنه شفت المنهج المحمدي بالكامل. يعني نقول مثلا إيه العهد اللي كان بيني وبينه، ودي حاجة مهمة قوي عند الطرق الصوفية، العهد إنه كان الكتاب والسنة ودوام الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. بابا كأب صوفي زي ما حضرتك بتسميه، احنا بالنسبة لنا هو مش أب صوفي، هو بابا. بابا ده هو يعني اختصارا كده هي التربية الإيجابية اللي أنا حاليا بذاكرها علشان أربي عليها ابني وكده، هي كل حاجة احنا تربينا عليها فعليا. بس أنا طبعا ده كله بحاول إن أنا أنقله مع ابني، يعني بابا علمنا برضو إزاي إن أي حاجة في حياتنا ليها ذكر. لا إله إلا الله. الأولاد لما بدأوا يعني يبقوا في سن كده جميل، يعني سنة اتنين، إحنا كنا بننيمه بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الجيل الصغير ده كده نقعد نقول له الله 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 ينام، فهم طالعين. دي نقطة، سمعوا ذكر الله سبحانه وتعالى في أوقات كتير قوي. النقطة الثانية إن هم كنا بنوديهم دايما يزوروا سيدنا الحسين وسيادنا أهل البيت زي سيدة زينب وسيدة نفيسة طبعا رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم اللي مشرفين مصر. فدي كانت نقطة مهمة إن هم من وهم صغيرين بيزوروا الصالحين وبنقول لهم دول يبقوا مين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي النور وآله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي النور وآله. التصوف هو ايه؟ هو ان احنا نتعامل مع الناس بالاصول وبالادب وبالاحترام باخلاق الدين ببساطه جدا جدا، ما نصعبش الدين على نفسنا. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. اذا عدنا، خلينا نروح الى الصوفية والسياسه، وكنا بنفرق ما بين الصوفية بدورها الوطني في مواجهة الاحتلال والاستعمار وبين توظيفها السياسي، لأن البعض دكتور وليد بيقول إنه حصل إنه في تجارب استخدام الصوفية في السياسة. لكن الحقيقة هل هذه الصوفية الحقيقية؟ هل دي الصوفية التي نعنيها؟ فعلا أعود إلى البداية إلى أن جوهر التصوف هو محبة الله. هذه هي البداية، هذه هي القاعدة، وهذا هو الأصل للمعرفة الصوفية. محبة الله يجب أن تكون مرفقة بالسلوك في ضوء هذه المحبة. لا يعني مثل ما بيقول صاحبنا الغزالي، التصوف هو علم وهو عمل. يعني عمليا العلم بدون عمل هو نوع من الزندقة، والعمل بدون علم هو نوع من التفسق. وبالتالي إذن المحبة هي الأصل، والسلوك في ضوء قيم المحبة. كويس. المسألة
مثل ما سبق وذكرت، السلطة السياسية استطاعت فعلا أن تدخل في عمق التنظيمات والبنيات الطرقية، وبالتالي يعني انحرفت هذه الطرق الصوفية، انحرفت عن المعنى الأساسي أو مقاصدها الأساسية إلى مقاصد أخرى هي مقاصد سياسية. وهون بدي في شيء لفت نظري، أنه عم بقرأ لمحة عن الطريقة العزمية، طبعا إلى شروطها وإلى أصولها وإلى دورها الكبير، ولكن بينهي بالقول أنه مهمتها هي جمع المسلمين، جمع أو تحقيق وحدة المسلمين. فعلا أنه إلى الكلام بذكرني بجمال الدين الأفغاني والجامعة الإسلامية، وكان همه شو يعمل؟ أن يجمع المسلمين، أن يركب أو أن ينشئ أو يشكل عصبية إسلامية متماسكة لمواجهة الآخر، بالتالي الغرب. بهالمعنى السياسي فقدت الصوفية قيمتها الأساسية، وفقدت الدورة، وفقدت التجربة الإنسانية الكبيرة اللي كانت. ده يعني بالنسبة لي العزمية، إنما آخرون لا يحملون هذا التوجه عظيم، وحتى العزمية ما مارستش ده بقوة. يعني أنا بدي أقول أعطيت مثل العزمية لأقول إنه كل طريقة صوفية تتأثر أو هي بنت الشروط التي تعيش فيها، الواقع الاجتماعي الذي تعيش فيه. صحيح. أعطي مثل بسيط عن التصوف بلبنان، بشمال لبنان. التصوف لا يعمل إلا في ضوء مبدأي التسامح والانفتاح على الآخر. وعندما سئل الشيخ الطريقة النقشبندية في الشمال عن السياسة، قال السياسة لا شأن لنا بها. ولكن بينما النقشبندية في العراق عايمة دور سياسي كبير، ولكن من بعد ما قال كل هذا الكلام نراه يذهب إلى الشيشان، إلى غروزني، ليحضر مؤتمر حول التصوف لكي يقول أن الصوفية هي تعمل في ضوء الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية هي من صلب عمل الطريقة النقشبندية، ولكي يقول أن الوهابية وأن السلفية هن اللي حاولوا مثل ما حضرتك تفضلت حاولوا أنه يخرجوننا من الإسلام، فإذا نحن في الحقيقة نحن الإسلام الصحيح. خليني أسألك أستاذ عمر برضو، وإحنا بنتكلم على الصوفية وفكرة التسليم لله وفكرة علاقة العبد بربنا، لكن هنا بنلاقي الشيخ يعني بدل ما يبقى العلاقة حرة مع الله سبحانه وتعالى بين المسلم وربنا، بنلاقي الوسيط هنا، بنلاقي القطب، بنلاقي هنا الشيخ، بنلاقي هنا حالة المريد والشيخ، وكأنه نوع من الوساطة، نوع من الرسولية. هل ده هو المعني بالتصوف المباشر اللي فيه علاقة مفتوحة من اتجاهين مع الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو طبعا معنى الوساطة ده معنى مغلوط، ومش هو حقيقة علاقة المريد والشيخ، لأنه مفيش وساطة يعني في علاقة مع ربنا. ودايما الشيوخ بينبهوا لأنه من الشيخ الحقيقي هو الشيخ المربي، ودي الفكرة، أنه الشيخ مربي وشخص بينور لك الطريق، مش وساطة بينك وبين حد، ومش مجرد ان هو يعني رضا الشيخ فيبقى انت كسبت رضا، يعني لا، هو الفكره انه لانه الطريق مليء بالالتباسات ومليء بحاجات ممكن تتلخبط فيها وحاجات ممكن تتشابه قدامك، فده طريق لو ما كانش معاك حد يرشدك وينور لك ويربي لك مفاهيمك ويقول لك ايه الصح وتعملها ازاي. وليه ما يكونش طبيبك النفسي؟ ليه ما يمشي الشيخ ده طبعا ده جزء ما هو طبعا جزء ليه ما يمشي الشيخ هو طبيبك الروحاني يعني؟
ما هو طبيب روحاني وأب ومعلم ومربي وعالم، هو ده الشيخ يعني الشيخ اللي هو في خلطة العلم والحياة وتربية النفس وان هو ينور لك. طب خليني اروح دكتورة سارة، في واحدة من محاضراتك عملت مقارنة ما بين الصوفية والبوذية، هل ده كان في يعني أسانيد ومعايير علمية تجمع بين هذه الديانة البوذية وما بين المفاهيم الصوفية؟ لأن البعض أخذ هذه المقاربة والمقارنة على اعتبارها طعن في الصوفية. ليه هو الجانب الروحاني متوفر بكثرة في الديانات الغير الكتابية، ونحن عندما نقرأ قراءة تاريخية أو قراءة مقارنة للأديان لابد أن نعود إلى هذه الديانات، إلى أصلها وتمثلها للعالم. بوذا معناتها شخصية سواء كانت خيالية أو حقيقية وأخذت ألوانها مع التاريخ، هذه أديان محسوبة على روحانيات لأنه فيها تبصر بالذات وفيها نظر إلى الكون وفيها إرادة للخروج من الدائرة، لأن البوذيين كذلك يعتبرون أن الزمن دائري وأنهم بحسب بعض المعتقدات لديهم مثلا الخروج بالنيرفانا إلى الأبدية، تلتقي مع الكثير من المقامات والأحوال الصوفية مثل الفناء، إذا أفنيتني فيك صرت حرا عتيقا، إذا هناك دعوة للخروج من تلك الدائرة والخروج إلى الحرية أكثر بالهيول الأعظم وبالما وراء، اللي هو شكل من أشكال الطرح يعني في مقابل المادي وفي مقابل الفاني. هذا الشكل يمكن أن يعبر عليه البوذيون المنتشرة البوذية اليوم في العالم، وهي تلقى رواجا من هذه الزاوية، لا من زاوية كونها ديانة قديمة فقط ولا جاءت من الهند فقط، ولكن من زاوية الزينيتود أو الدربة والرياضة الروحية، واللي هي متوفرة كذلك في الإسلام. نعرف احنا مراتب الترقي اللي حكيت عليه منذ قليل يعني بين الشيخ والمريد، هي مراتب في الترقي، الترقي المعرفي العلمي الصوفي، يعني من رتبة إلى رتبة، من أبدال إلى غير ذلك، فما مجموعة من الأحوال وده يبرر المقامات وده يبرر توجه الصوفي إلى مرتبة الولاية أو مرتبة القطبية أو قطب الأقطاب. إذن فهذه مراتب عطية ومنة إلهية. وبوذا هو متيقظ يسمى بالمتيقظ، والبوذيفيستا حتى اللي حاولوا كانوا يعني من العارفين والمتيقظين، وكل الأقوال التي تترجم اليوم عن البوذية وتعتبر من أقوال الحكماء والعلماء هي في هذا الاتجاه، وتلتقي كثيرا مع المقامات المحبة ومع مقامات النظر والتعمق في الذات الصوفية، لذلك فهي ليست غريبة عن المنح الصوفي ومحسوبة أصلا على الجانب الروحاني الصوفي. عايز أسأل الأستاذ عمر طاهر بموقعه كمبدع وكاتب كبير، هل الإعلام عموما والأعمال الدرامية خصوصا قدمت صورة التصوف على نحو معيب، بمعنى أنه حالة المجاذيب، حالة الأحيبة واللجوء إلى الشيخ للدعاء، الحالات اللي ربما حتى بعض من كتابنا الكبار تناولوها في عملها في الأعمال الدرامية، فبدأ وكأنه الجانب السلبي هو الجانب المقدم، كأنه الخرافة وغيرها تتحكم في الحركة الصوفية وفي الطقوس الصوفية، وده ترك مساحة من النظرة السلبية عند المواطن العادي تجاه الصوفية. طبعا هو ده من الأعراض الجانبية لمرض قديم في كلاسيكيات السينما والفن عندنا، يعني انه المأزوم بيتكلم فصحى ورجل الاعمال بسجار النمطيه دي، والمتصوف هو مجذوب بيقول كلام مبهم وغامض وبيلف حوالين المقام وهو لابس 40 سبحه في رقبته، يعني الاشكال دي يعني خدنا فتره دي قوالب ثابته بنشتغل فيها. مؤخرا ابتدت الناس تتحرر شويه من ده، انه لا، المؤمن بالتصوف واللي عنده وجهة نظر حاجة تانية خالص غير اللي متعودين عليه بقالنا سنين، ورجل الأعمال كذلك ورجل الشرطة والمفكر، يعني خرجنا شوية من النمطية وبدأنا نشوف الفكر المتصوف في أعمال زي الخواجة عبد القادر، أستاذ عبد الحليم كمال، أستاذ يحيى الفخراني، فابتدت تخرج الموضوع من السبح الكتير اللي في الرقبه لطريقه التفكير توفيق الدين القديمه. ايوه بالظبط، خرجنا الافكار بقى نفكر ازاي يعني، وتاخرنا في ده لانه انا بشوف دايما انه كتير من الاعمال الادبيه والفنيه
اللي ليها علاقه بالروحانيات اللي ناجحه عبر العالم كله كلها جايه من عندنا احنا، يعني جايه من تراث كتبنا في المتصوفه وتراث اشعارنا. لما بياخدها الخواجه ويشتغل عليها بتكسر الدنيا وبترجع لنا تاني. يعني احنا اولى اولى بجلال الدين الرومي وابن عربي والحلاج يعني فعلا من غيرنا. يعني اشكرك جدا كاتبنا الكبير استاذ عمر طاهر، استاذ الدكتور وليد الخولي اشكرك جدا للغايه، استاذه ساره الجويني دكتورتنا الكبيره اشكرك للغايه، اشكركم والى الخلاصه. إذن الخلاصة، الخلاصة عندي ما قاله الحلاج: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت كل ما عقدوه. دي الصوفية عند الحلاج وعند إبراهيم عيسى. أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. مختلف عليه. مختلف عليه مع إبراهيم عيسى.